اطلبي منه الطلاق وخلينا نروح من هون. هيك بكل بساطة بدكيني اطلب منه الطلاق؟ فكرك انه هو رح يقبل يطلقني او رح يسكت لما يعرف انه انت اللي بدك ياني؟ شو رح يفكر؟ اكيد رح يقول كنا مصاحبين. بعدين لوين بدنا نروح؟ منروح على اي بلد بدك اياه. هلا من كل الأسئلة سألتك هن ما عرفت تجاوب غير هيدا السؤال. فادي انا ما بقى قادرة اتحمل ولا قادرة اعمل شيء. مرة رحت لعند اهل اجا كان رح يقتلني، كيف اذا هربت معك شو رح يعمل فيي؟ طيب واذا قلت لك انه انا بحبك؟ بس انا ما بحبك. بس انا قلبي حاسس غير هيك. نايم شو حاسس قلبك؟ حاسس انك بتحبيني مثل ما انا بحبك. طيب خلص لخير الموضوع. خليل وين؟ مثل العادة بيروح الصبح وما بيرجع لآخر الليل. موضوع مضايقك؟ لا عادة بلاش تتعود. علاقتك بالماما كيف؟ أمك ما بتطيقني مع أنه أنا ماني عملت لها شي. طولي بالك إلا ما الله يفرجها. فينا أسألك إذا بيك بيشتغل شي؟ البابا صحته على قده، عنده سكري ووجع ظهر ما بيقدر يشتغل، بس ربيع بيشتغل وبيصرف على البيت. انت بتعرفي انه انا رجعت من السفر كرمالك؟ ما اتفقنا نغير الموضوع؟ فادي انا ماني لقلك، انا مرت خيك وانت سلفي ما بقدر حبك. بس انا حبيتك مع انك مرت خيي. عن اذنك انا بدي ارتاح شوي. ايمان اقولك شو كان عم يحكوا؟ انا شو عرفني؟ بيكون ضارب عين على فادي كمان. نور مش من هالنوع يا ست. غشيم هيمن ما بتعرف هالنوع من الناس. اخ نور. خليل بدي روح شوي عند داليا. مع انه بعد ما نسيت اللي عملته. بس ماشي. رح اسمح لك تروحي لعنده. مرسي خليل. بتخبريني اول ما بترجعي، سامع؟ اتفقنا. انا ما بقى قادرة اتحمل داليا، ما بقى قادرة اتحمل. حس حالي عايشة بالجحيم. انا خايفة منه. خايفة اضعف قدامه. نور عن مين عم تحكي؟ على الجحيم اللي عايشة فيه مع خليل والضعف اللي خايفة منه قدام فادي. روقي وطولي بالك وحياة الله حاسة فيك. لا منك حاسة فيه، نار عم تغلي جوات قلبي. ما بعرف كيف وإمتى صار هيدا الحب، بس هيدا الحب بالذات هو كابوس مرض. خايفين إنك تغرقي وما تقدري تطلعي منه. بس بحبه، ما بعرف كيف ولا ليش، قلبي عم يغلي غلي. روقي حبيبتي روقي، كل شيء له حل.